بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتقدم بوافر شكري إلى سماحة السيد عمار لدعوته الكريمة لنا لحضور هذا المؤتمر الذي دعا إليه السيد عبد العزيز الحكيم طاب ثراه، وهي مبادرة مهمة للوقوف على جانب عظيم من تاريخنا، وأيضاً استحقاق مهم للإصلاح في بلدنا. دولة رئيس مجلس الوزراء، دولة رئيس مجلس النواب، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفعالية السنوية التي تستذكر جانباً من طغيان الاستبداد عبر التاريخ، نكون جميعاً أمام موقف للمرأة وهي تعبر فيه عن شرف التحدي والمواجهة بكرامة وإباء. هذه الذكرى تستعيد موقفاً يختصر معاناة المرأة وبطولتها في الوقت نفسه. إنه موقف السيدة زينب عليها السلام بعد فاجعة كربلاء، حيث وجدت نفسها أمام تحدي أن تكون الأم والأب والأخت والأخ لجميع من بقى معها من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يضعف السيدة زينب هول المصيبة، ولم تربكها صدمة الكارثة ثم السبي، ولم تتخاذل عن جسامة المسؤولية، فكان موقفها الشجاع وبلاغتها النادرة بمواجهة السلطة مثالاً خالداً للبطولة والإيثار. نستعيد هذه الذكرى سيداتي سادتي، والتي تخص نصف المجتمع الأكثر عطاءً وتضحية وكرم، نصف المجتمع الإنساني الأكثر قدرةً على التحمل وعلى جعل الحياة أكثر لطفاً وإنسانية وتسامحاً ومحبة. فحين يلتفت أي منا إلى تاريخه الشخصي، سيجد في القلب من هذا التاريخ الأم، الأخت، والزوجة، والبنت، والحفيدة هذه الأيام سيدنا أيضاً. وسيجد تاريخاً وذكريات مشعة دائماً بكرم المشاعر ورقة الأحاسيس وعظمة التضحيات. ولكن بموازاة هذا التاريخ المشرق بالحب الذي حافظت عليه النساء، هناك تاريخ آخر، تاريخ أسود من الظلم الذي تعرضن له، تاريخ مخزن من المعاناة التي صبرت عليها النساء وهن يواجهن الظلم والعنف والقسر والكراهية والاحتقار والنظرة الدونية القائمة على أساس الجنس وعلى ظلم المرأة لكونها امرأة. فإن تشخيص المشكلة وإدانتها هما الخطوة الأولى للتقدم نحو الحلول التي تضمن حقوق المرأة، وأكيداً ضمان حقوق المرأة هو ضمان لحقوق المجتمع ككل. أيتها السيدات، أيها السادة، ما زال أمامنا الكثير مما يجب العمل من أجله. صحيح أن مجتمعنا تخلص من كثير من التقاليد المتوارثة، خصوصاً في مجال حرية التعليم والعمل للمرأة، لكن التقدم أكثر التحرر من عبء التقاليد البالية ما زال يشكل ضرورة وأهمية لصالح حقوق المرأة وتقدم المجتمع ككل. نحن نلتقي هنا اليوم وبيننا عدد من النساء من مختلف المكونات، من الإيزيديين والتركمان والشبك، ممن شاءت العناية الآلهية لهن النجاة من وحشية الإرهاب. وسوى هؤلاء السيدات الناجيات، هناك نساء قتلنا أو فقدنا أو أصبنا أو تعرضنا لاعتداءات مختلفة من قبل المجرمين، وهذا ما يدعونا إلى ضرورة التفكير والعمل بمختلف المستويات والسبل من أجل إنصافهن ومن أجل إحقاق الحق ومحاسبة المجرمين.
لا ينبغي التراجع عما تحقق من تشريعات متقدمة، ولا بد من عمل تشريعي متواصل يراعي الحقوق والمواثيق الدولية التي وقع عليها العراق. ومن هذا المنبر أدعو مجدداً إلى استكمال تشريع قانون الناجيات الإزيديات وتوسيعها لتشمل الشرائح الأخرى. هذا القانون الذي سبق وأن تقدمت بها رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب الموقر، لابد من متابعة جادة لتطبيق القوانين والتقيد بما تضمنه من حقوق للمرأة، وهذا جهد ينبغي أن تنهض به المؤسسات القضائية والتنفيذية ومعها المجتمع المدني والناشطون والناشطات من أجل حقوق المرأة. سيداتي سادتي، نحن في دولة ما زالت في طور التأسيس لتجربتها الديمقراطية، وهي تجربة قائمة على ضمان الحريات والحقوق المتضمنة في دستورنا الحالي. وسيكون التلكؤ في أي إجراء يعيق حقوق المرأة أو يتنصل عما تحقق لها من تشريعات بمثابة تنصل عن وعد الديمقراطية والحريات التي قدم شعبنا الكثير من أجل الظفر بها. أحيي هذه الحماسة المتجددة من أجل قضايا المرأة. أحيي هذه الجهود التي تنهض بها ناشطات وناشطون يسعون من أجل الحرية والتقدم والبناء الصحيح. كل التمنيات بأن تتكلل هذه الجهود بالنجاح. كل جهدنا سواء في موقعنا الرسمي أو في مساعينا الشخصية ستظل وفية ومخلصة إن شاء الله من أجل ضمان حقوق المرأة كاملة. نحن نطمح ونسعى ونعمل كلا من موقعه لإعادة هيبة الدولة وفرض القانون على كافة المستويات. فالإصلاح واستحقاقه الوطني يتطلب توفير المناخ السياسي المساند لذلك، وهو أمر لا يمكن تحقيقه من دون إرادة سياسية جادة في إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب، ويضمن للشعب حقه في تقرير مصيره ومستقبله بنفسه بدون قيمومة أو تدخل، والانطلاق نحو معالجة الخلل البنيوي القائم في المنظومة السياسية الحالية. نعم، أمامنا الكثير من التحديات، لكن هذا واجبنا وأقل ما يمكن تقديمه للدماء الزكية التي أريقت نحو طريق الإصلاح وبناء الدولة وإعادة هيبتها من جديد. يقيناً لا مجال للتراخي أو التهاون في محاسبة الفاسدين والمعرقلين لجهود إعادة بناء الدولة. دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة غير منقوصة، قادرة على فرض القانون وقادرة على خدمة المواطن وتسخير موارد هذا الوطن لمواطنيها. أكرر شكري وتقديري لهذا الجهد والمساعي النبيلة في ضمان حقوق المرأة ورفعتها في المجتمع عبر فعاليات نوعية ومؤثرة كهذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.